سؤال، انه اليوم هل اليوم حزب الله جاهز انه يروح مع جبران باسيل على اسم غير سليمان فرنجيه؟ اللي نحن بنعرفه رغم نحن انه بنسمعه حتى الساعه انه حزب الله متمسك بسليمان صح فرنجيه صح ولن يذهب بتسويه مع جبران باسيل على اسم غير سليمان فرنجيه. صح صح، وهذا اللي قالوا اياه، بس ما بيمنع انه قدامه انكب الظاهر بالاعداد يلي موجودين، كب اسم مرشح ثاني ثالث اسم اخر، وما بيمنع انه انا بعرف انه برا جس النبض حول مرشح ثالث من يلي ممكن يقطعه، بس ما يعني حزب الله سكر قال انه انا بعدني ممسك بسليمان فرنجيه وانا ممكن. مين المرشح الثالث يلي انحط اسمه؟ امبارح عم بيقول انه قال له الحزب زياد حايك، انا بعرف انه جورج خوري يلي انطرح برا، انا عرفته من برا انه جورج خوري، انه جبران باسيل طرح على الحزب الله جورج جس، لا انا بعرف انه طرح برا اسم جس النبض حول جورج خوري، اللي باعتباره هو انه جورج خوري العميد جورج خوري السفير يلي كان بالفاتيكان بموضوع الفاتيكاني بيساعده، نعم. رئيس طرح اسمه برا يعني وين رئيس بري اصحابه، هي رئيس الحريري كمان ممكن جيد عنده قابليه تجاهه بالتالي قادر يمرق اكثر. من قبل هذا الاسم من حزب الله؟ من قبل هيدا عم بقول انا برا فهمت انه مش هلا هيدا مش مطروح، انه ما كانوا مشجعين بهذا الاتجاه، عندهم غير رؤيه، نعم. هيدا مش مطروح هذا الاتجاه. هلا بغض النظر بالاخر يريد هيك يهرب لمحل ثالث وبده يفوض على حصته لقدام المحاصصه تبعه اللي قدام، كمان مسائل بيقولوا انه انطرحت مع حزب الله. هلا بغض النظر عن هيدي، حزب الله ما يزال متمسك بسليمان فرنجيه، نعم. عدم الذهاب باتجاه اخر، نعم. ويدرك انه ربما جبران باسيل عم يجرب يوصل هون ليوصل لمطلع السنه موعد انتهاء ولايه جوزيف هون، سيدي فيها لعب، هيدي اكبر من الكل، اكبر من البلد واكبر من الكل، لانه هيدي بتكون عم تلعب بالاستقرار، يعني هيدي اكبر بكثير حتى من حجم حاكميه مصرف لبنان، وبالتالي اللعب بالموضوع العسكري بموضوع الجيش اللبناني وخطر كثير، خصوصا وانه ما في رئاسه اركان. صحيح، مشان هيك بعتقد انه ايه الكلام يلي نقال يلي تداول حوله موجوده فكره انه يمددوا لقائد الجيش سنه، هو بعتقد منطقي وجدي، يعني مش فكره. مين الرئيس بري بده يمدد له سنه؟ انا برايي حتى اكيد جوا الرئيس بري من ضمن، بس بعتقد كمان هو طلب قائد الجيش قابل يمددوا له سنه، مجبور ما عنده خيار بفتكر، لانه ما بتحمل انك اذا وصلنا لتسعة كانون الثاني طيب وما في شيء وياخذ الجيش كمان طربق بظهره، بتعرفي البلد شو بيصير فيها؟ طبعا ما في امره للجيش طبعا، وتشرزم كله راح وشو طبعًا. ما عمل، وبتعرفي السعدانات يلي عم تنعمل، لا بجيب هيدا لانه بيكون اللي بيطلع لي باخذ له، انا بصير في عندي امره جوا، وانا يعني لحتى ما توصل هون بفتكر يكون ملزم قائد الجيش بالذهاب باتجاه التمديد له، بغض النظر سالوه او ما سالوه، انه هيدي مساله ملزمه لانه لها علاقه بشيء ثاني عم نحكي. طيب بدي ارجع على مساله جبران باسيل وحزب الله، اذا عم تقول انه مش ماشي الحال لحد هلا، حجم التراشق بيناتهم بيقول انه مش ماشي الحال، وحزب الله لا يمكن ان يسير بغير سليمان فرنجيه وبيعرفوا، واثنين بيعرفوا هالشيء انه ما طيب. توصل لمحل، بس في شغله كثير على كل حال في مؤشر، يعني لما بيكون تحطي انت الان عون جبران باسيل بيحط الان عون بموضوع اللجنه، صحيح عنده علاقه جيده مع حزب الله صار مؤخرا يقال انه اقترع معهم بغض النظر، بس لكن يعني مش جاي يعطيك هدو، يعني هذه اللجنه يعني بتحطي علامه، يعني انه ما فهمت عليك، عفوا عم تقول انه جبران باسيل عملوا لجنه وحط النائب ألاعون يلي هو عم تقول مقرب من انه تقرب اخر فتره، مش هذا السبب تبعه هو، شو السبب؟ انه بيعرف ما بتوصل لمحل وبالتالي هاي اللجنه فاشله باسمه، يعني هذا بده يعطي انه شو حط النائب ألاعون انه لحتى يفشل، يعني انا ما بش لو حط سيزار ابو خليل تقول ها، او حط مثلا ايدي معلوف عم بفترض، او حط ندى بستاني بتقولي غير، قصدك انه التفاوض مع حزب الله عارف انه الوزير جبران باسيل انه ما راح يودي لمطرح، مزبوط. طيب وبعدين؟ بعدين هيدي هي، كان في كلام من حكى كلام حتى كمان بموضوع الحراك، انت عم تقولي حكى كلام عن موضوع الوفد القطري، ايه في وفد قطري بلبنان وصل او ما وصل او عم يعمل او ما توقف اصلا الشغل القطري، اجى على لبنان مرتين وفد قطري، اول وفد قطري كان سياسي او من قبل وزارة الخارجية اجى اول مرة، واجى الوفد الثاني كان طابعه امني، يعني المسؤول الامني يلي كان اصلا شارك باتفاق الدوحة بعد يلي اجى تاني مره، بس ما على علمي من بعدها
اجى وفد قطري على لبنان، وكل شيء حكى انه الاسبوع الماضي شهد وصول وفد قطري مش صحيح، يعني ما سمعت عنه. هلا بيتوقعوا البعض انه بركي يقطع يصير شهر الجاي، هذا التوقع، انه بعد المبادره الفرنسيه، انه بعد ما تنتهي المبادره الفرنسيه ببلش هيك الدور القطري، وكمان ويبلش كمان بالترافق يلي كنت عم اقول لك مع البرنامج المحطوط يلي الاجتماع الفاتيكاني الامريكي الفرنسي خصوصا، لكن هيدا مرتبط بالتطورات ممكن تنتج عن الساحة السورية، لأنه هذه كلها بتنعكس على لبنان. وبالتالي مجيء الفريق القطري أولا شهر جاي مش مضمونة، ولو أنه موجودة بالبال ممكن مش ممكن، بدك تشوفي إلى علاقة نضجت الحل لحتى فيك تفوتي على الحل اللبناني. النقطة الثانية والأهم، أي وفد قطري بده يجي وتبع وزارة الخارجية بالأول السياسي وأنبا وقال أو الوفد الأمني الثاني، بعتقد وهذا سؤال اساسي، لانه اذا اجى الوفد الامني يلي هو منتج اكثر تعرف انه جاي عليه انتاج اكثر، فاذا في السؤالين لمرت الجاي التوقيت وشكل الوفد القطري يلي بده يجي واللي مش محسوم هذا.